متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في بث مباشر من الدار البيضاء. دائما معكم متابعينا في اطار جولات اللي كنقوموا بها ليليه، وكنشوفوا الاجواء والاحياء الازقه في بعض المدينه الدار البيضاء، فكنشوفهم كيفاش دايرين، وكذلك كنبغيو نسمعوا ارائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي كنطرحوها معكم متابعينا الكرام واللي كتهمنا جميعا. كانت تسجيل ديال عدد الحالات في هاد الاونه الاخيره كثير كثير كثير، فاضطرت بعض السلطات على انها تغلق المناطق الموبوءه، كذلك بزاف ديال الناس كيتكلموا على العوده ديال الحجر الصحي. واش غادي تكون بزاف ديال الأسئلة. عادي، حنا ماشي في عين السوق، حنا دابا بالضبط في مبروكة. فكيف ما قلنا متابعينا الكرام، تم تسجيل ديال عدد كبير من الحالات. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله يا رب العالمين، الله يرفع علينا هذا الوباء. وكذلك نبغوا نعاودوا على اننا نذكركم بالضروره ديال المسائل الاحترازيه. شفنا بزاف ديال الحوايج اللي ما كيطمئنوش، بزاف ديال الناس اللي مازال ما بغاوش يلتزموا بالكمامه ديالهم، بزاف ديال الناس اللي ما كيبان على انهم ما عندهم كسر، فهذا مشكل بحد ذاته. دائما كنبغيو نقولوا بلي حنا في حرب كاملين مع كورونا، فالسلع ديالها هو راه في المواطنه اللي خاص اي واحد يلتزم به. كذلك كاين تساؤلات بزاف اللي كيسولوا على واش غادي تم التمديد ديالها 14 يوم ولا ما غاديش يتم التمديد ديالها، والصافي غادي نرجعوا كيف ما كنا قبل. حتى واحد باقي ما عارف لحد الان الحاله الوبائيه كنشوفوها كيفاش دايره، الارقام في تصاعد، يعني حتى الناس اللي كياخذوا القرارات والله يكون في العون ديالهم. متابعينا الكرام، فكنبقاو مع الناس اللي كيسهروا والناس اللي مازال خدامين، فكنبغيو نقول لكم اجواء بعض من ازقة احياء مدينة الدار البيضاء، وكنبغيو نسمعوا ارائكم وتعليقاتكم.
السؤال ديالنا اليوم اللي هو واش نتوما مهيئين على انكم ترجعوا للحجر الصحي؟ إذا المتابعين الكرام كنشكركم على تتبعكم لهذا المباشر من الدار البيضاء. كنا في جولة، احنا الآن بالضبط في سباشة، ما بقى لنا إلا نودعكم إلى اللقاء.